اهلا بيكم متابعينا. احنا دلوقتي موجودين مع ام فايزه وحكايتها وحكايه عم احمد. يعني ام فايزه عندها بنات على وش جواز، وبعد حادثه زوجها عم احمد يعني ما بقاش في دخل ولا عارفين يكفوا مصاريف المعيشه او تكاليف العلاج. ازيك يا حاجه ام فايزه؟ عايزينك بقى تحكي لنا الموضوع من الاول، ايه اللي حصل وايه الحكايه بالظبط؟ الحكاية اللي أنا تعبانة بالسكر وعندي قربي بس المرارة منك، قربي المايك ليكي. وعندي المرارة تعبانة بالمرارة والضغط، بغيب أوي عبال ما بجيب علاج ما بيخلص. وجوزي اللي كان بيجيبهولي دلوقتي هو عمل حادثة، وما عمل حادثة يعملوا له العملية على حساب نفقة الدولة، مفيش. عملوا له الجبس في جبسي ومفيش، برضه رجلي لسه برضه مكسورة، عايز له عملية ب85,000 جنيه من كعب رجليه مسمار لحد ركبته، ومش عارفين نعملوا ايه. وهو اللي كان بيصرف على بيتنا وكان فاتح البيت، والعيال بيطلعوا 2 3 يشتغلوا ويقعدوا، واللي ربنا بيرزقنا يعني من الناس حوالينا، وادينا ماشيين وبنقول الحمد لله. انت عندك بنتين؟ انا عندي بنتين على وش جواز ومش عارفه اجهزهم اساسا، يعني جوزت الكبيره بالعافيه برضه عشان ما لناش دخل داخل من بره ولا معاش ولا اي حاجه، مفيش حاجه بتساعدنا، رزقنا عايشين يوم ازاي بيوم. دلوقتي؟ عايشين ازاي؟ حضرتك عيالي بيطلعوا 2 3 يشتغلوا ويقعدوا، الناس حوالينا هنا ولاد حلال برضو بيساعدونا، وادينا ماشيين وبنقول الحمد لله، مفيش حاجة دخلنا، اللي ربنا بيقدره بيساعدنا بيه. حضرتك طبعا علشان الامراض المزمنه اللي عندك ما تقدريش ما ان انت اقدرش تشتغلي. اشتغل، أنا بطلع السلم ببقى بنهج وببقى تعبان، انا وشي متلج حاليا، انت تحط ايدك على وشي متلج، مش قادرة اشتغل. من السكر. السكر والضغط والمرارة. نتنقل لعمي احمد. الحادثه حصلت من امتى يا عم احمد بالظبط؟ من 18/5. من 18/5 سنة. كنت سواقته، يعني عايزاك تحكي لي التفاصيل. كنت سواق توك توك بقى ايوه كنت بقى وبتقضي بطلع على الله، فعربيه نص نقله خبطتني بالتوك توك، بوظت التوك توك وبوظت رجلي معاه. كان التوك توك بتاعك اصلا انت لا شغال التوك توك عليه؟ كان بتاعي. كان بتاعك انت. فاللي هو انت بتقضي تكاليف يعني مصاريف اليوم بيوم ايوه وعيش الحمد لله، كنا راضيين باللي احنا عايشين فيه، ومعايا بنتين على وش جواز. ان حصلت الحادثه من ساعه ما حصلت الحادثه والدنيا اتلخبطت معانا، يعني انا معايا بنتين على وش جواز ومش عارف اجهزهم ولا عارف اعمل العمليه اللي في رجلي حتى، يعني رحت المستشفى قالوا لي هتعمل عمليه في رجليك. قلت لي انت محتاج مسمار نخاعي من عند ركبه ب 85,000 جنيه. فانا معيش الكلام دوت خالص، ونفقت الدوله اللي جت شرايح ومسامير، يعني حتى الدكتور قال لي شرايح ومسامير مش هتنفع معاك، والنفقة الدولة اللي جاية لك دي مش نافعة معاك، أنا هجبسك جبس بلاستيك هتجيبه لي من بره هجبسك وربنا يتولاك من عنده. جبست 3 شهور وحليت الجبس بعد ال 3 شهور ولا عمل حاجة، كأني ولا عملت حاجة. لقيت رجلي نفسك جسمك يا رجليك مكسورة زي ما هي، ما هو بالإشعاعات. يعني أنت الأزمة اللي حصلت لك كانت في القدم بس، يعني الحادثة أثرت على رجليك؟ احمد ربنا يعني اللي جت على رجلي بس، ما جاتش عربيه وراه كمان خبطته وضيعته مننا. احنا بنحمد ربنا اللي هي جت على حد رجلي بس. هو عايز يمشي زي الاول ويطلع يعني يعين نفسه ويعين بيتنا ويجيب لنا دخل. ما فيش. انت فاضل معاكي بنتين وما يعني ما عندكوش ولاد؟ لا هما 3 بنات، جوزت الكبيره والاثنين. ما عندكوش ولاد خالص؟ لا حتى البيت اللي احنا قاعدين فيه صحابه باعوه. يعني انتوا قاعدين في ايجار اصلا؟ ايجار. ده ايجار. صحابه باعوه والشاري الجديد عايز يفضي البيت عشان ياخده فاضي. ده ايجار قديم ولا ايجار جديد؟ جديد. حتى بقى لنا 5 شهور ما اعطيناهوش الايجار، يعني واقف على الايجار وواقف على ان يطلعنا، فاحنا مش يعني عارفين. كمان صاحب البيت هيباع البيت وعايزين يعني كده ما فيش سكن تاني؟ لا ما فيش حاجه تانية، وما اعرفوش بقى هنروحوا فين ونيجوا منين في السكن الجديد الايجار الغالي ده. الحادثة عم احمد يعني لما حصلت انت قول لنا التفاصيل، يعني التوك توك ما نفعش خالص، لا بعته خردة، بعته خردة والله، وبعته خردة وصرفته على في المستشفيات.
يعني شايف ان انت دخولك المستشفيات وعلاجك ما جابش اي نتيجة ما في جابش شهر ال... 5؟ اه ما جابش الا بصاريف بس على الفاضي، ومعايا اشعاعات ومعايا تحاليل ومعايا كل حاجه هنا. الاشعة طلعت ايه بالظبط؟ ايه اللي في رجلك بالظبط؟ كسر مفتت، حتى التقرير بتاع الدكتور مكتوب هنا اهو، الدكتور بتاع المستشفى، كسر مفتت، مش هينفع فيه شرايح ومسامير، لازم المسمار اللي هو الحراري ده. اللي هو المقاعي، كان مقاعي 85,000 جنيه، اه يعني ده علاجك الوحيد. ده علاجي. وانت طبعا مفيش تكلفة، مفيش. انت بتستغيث دلوقتي بالطالب ان انت محتاج 85,000 جنيه، او حد يتكلف او يتبرع بالمبلغ ان هو يجيبه لك بس عشان تقدر بعد كده ان انت امشي تشتغل. واتحرك في الدنيا دي. يعني الدكتور قال لك اول ما تركب المسمار هتقدر لا تشتغل؟ قال لي ده ممكن تاني يوم تمشي برجليك. لا والله. الله، قال لي ممكن تاني يوم تمشي برجليك لو يعني انت ركبت حياتك المسمار ده. وحياة اسرتك كلها متوقفة على 85,000 جنيه، ايوه، اسرة كاملة محتاجة. والدنيا وقفت بيهم، وسكن يعني جايه من الكل ومخبطه على دماغنا، وبنقول الحمد لله. حضرتك عندك كام سنة يا عم احمد؟ عندي 55 سنة. 55 سنة. طول عمرك بتشتغل سواق توك توك ولا اشتغلت اي حاجات لا قبل كده؟ كنت بشتغل حاجات ياما، بس من يوم التكاتك دي ما طلعت واحنا قلنا دي حاجة سهلة يعني عشان انا كبرت. تبقى ملكك يعني. وما فيهاش زي مثلا اشيل طوبة اشيل رملة، ما عادش فيها صحة ان انا اعمل الحاجات دي. كنا ماشيين وراضيين بالمقسوم لنا، وبرضه راضيين لحد دلوقتي برضه بالمقسوم لنا. انت طلباتك ايه دلوقتي يا عم احمد؟ انت انا عايز، بتوجه رساله لاي مسؤول او اي حد، طلباتك ايه؟ احنا عايزين شقه، وعايزين حد بس يشوف لنا العمليه دي بس، مش عايزين اكتر من كده. انت قدامك صاحب البيت قال لكم قدامكم قد ايه وتمشي؟ احنا شهر 9، يعني الشهر الجاي. الشهر الجاي، اخر الشهر الجاي. اللي انتوا تفضوا حاجتكم وتخلوا البيت علشان صاحبه الجديد هيسكنه. وبعدين احنا ما معناش ان احنا نروح نسكنه، احنا لو معانا مش هنسكنه. هتستنى. مش هنستنونه هو يقول لنا، بس احنا الدنيا اللي ضيقه علينا. وعايزين حتى حد يكون ابن حلال يساعدنا، حتى كل شهر دخل يعني يساعد معانا في المعيشه اللي احنا لحد ما يقوم على رجليه تاني ويعرف يمشي، حتى عشان خاطر البنات دي. عايزين حد يساعدنا كل شهر حاجه كده يسند يعني. معانا انت اللي بيحاول يساعدكم او يصرف عليكم دلوقتي البنات؟ هم كبار سنا يعني، كبار يقدروا واحدة عندها 22 سنة والتانية عندها 17 سنة، التانية عاملة عملية في ايديها برضو، كانت واقعة على ايديها وعاملة عملية في ايديها. عايزين حد يساعدنا بس دخل كده كل شهر، او البنات يسند معانا مع البنات. مفيش، الناس الغريبة واقفة جنبنا اللي ربنا بيقدروا على حاجة بيجيب لنا. ام فايزة خدي دول خليهم معاكي كده، اصرفي منهم كده. والبنات بيطلعوا كل 3 ايام يشتغلوا ويقعدوا، انت عارفه بنات لسه ضعيفه، ما فيش اكل يعني زي اهل الناس، كتير وما فيش حاجه وبتاع تسند. مش مقصرين معاكوا في حته يعني هو كل واحد طبعا يا دوب مكفي معاش هو كل واحد ما كفي معاش، بس اللي ربنا بيقدره على حاجه بيدهولنا، عشان من يوم الحاله ديت ما عارفين ان انا معايا بنات، معايا صبيان، عشان كده ما فيش دخل عندنا ولا معاش ولا حاجة تساعد معانا. فاحنا بس محتاجين بس شهرية، اي حد يعني يساعدنا بشهرية، وحد يتكلف بعملية عم احمد المسمار. ايوه، اهم حاجة العملية. مش عايزين ازيد من كده، ومش طمعانين في حاجة والله. يعني انت حتى لو حد شافك مثلا يعمل لك كشك او حاجة، انت تبقى قاعدة فيه مثلا، او حد من بناتك؟ ماشي عادي، ما مفيش تبقاش مشاكل. الموضوع ما يبقاش الموضوع صعب عشان ظروفك المرضية يعني. أيوة، بس أطلع أشتغل زي اللي بيشتغلوا دول ما أقدرش. يعني الدكتور قال لك ظروفك الصحية ما تسمحش أنت تشتغل؟ ما أقدرش، أنا بقف شوية على البوتاجاز أعمل لقمة للعيال ولا حاجة، بنهج أجي أقعد على الكرسي أريح شوية، أو حتى كرسي فريحي زي اللي هو أنت حضرتك قاعدة عليه، أقعد أريح وأقوم تاني. ما أقدرش أعمل حاجة ولا أشتغل. ما أنا لو أقدر أشتغل ما كنت طلعت واشتغلت، عشان خاطر حتى بناته وعشان ابوه ما بهدلهمش. يعني انت خلاص الموضوع بالنسبه لك واقف على العمليه فقط لا غير، وعشان عم وحد احمد لما يشتغل حتى يعرف يتكلف مصاريف المعيشه بتاعتك. وحد يساعدنا يعني، يساعدنا كل شهر حاجه كده، او لو حد ربنا برضو قدره على الخير دفع له مقدم التوك توك ولا حاجه برضو، عشان يفتح البيت برضو. ما هو احنا كده ما فيش دخل خالص داخل لنا. ربنا يقويكم.
ما خليك.